أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعمل الخيري والتطوعي وما يحظى به العمل الخيري الإنساني في المملكة من دعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك للقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بمعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني وأعضاء مجلس الإدارة، منوها سموه بدور الجمعيات الخيرية في توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الإنسانية وبإسهامات جمعية الهلال الأحمر البحريني في مجال العمل الإغاثي والإنساني ودعم وتعزيز العمل الخيري ونشر ثقافة العمل التطوعي بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل وروح التعاون والعطاء في المجتمع. أضاف سموه أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى التشجيع على العمل الخيري وتنميته من خلال المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال بما يعود بأثره على المجتمع ويؤصل لمبدأ الخير والتطوع الذي يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد وما يبديه سموه من اهتمام بالعمل الخيري والتطوعي.